الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة احنا في شارع الفلكي بنتفرجوا على الملابس وعلى الحاجات الجميلة. المحل ده محلنا، يعني مش محلنا بتاعنا لا، يعني أنا زبونة عنده، بيعرض حاجات جميلة جدا، فحبيت أصور معاكم وأفرجكم على الحاجات الحلوة اللي عنده. عنده موديلات جميلة جدا جدا، بصوا الموديلات، موديلات حلوة قوي قوي وشيك جدا. اسم المحل جروجوار، متفرع هو رقم 9، متفرع من شارع الفلكي. عنده موديلات جميلة جدا جدا. يلا بينا بقى نخش ونشوفه. دي جيبات دي جديدة وموضة، شكلها حلوة قوي قوي. طبعا الشميزات اللي عليها، يعني المحل فيه الحاجات الطويلة الكاجوال، الحاجات القصيرة للبنانيت الصغيرة اللي هي رفيعة. عنده موديلات بجد وتشكيلة كبيرة جدا جدا. يعني لو نزلتوا عند محل جروبوار هتلاقوا موديلات حلوة قوي قوي هتعجبكم. بصوا يعني الجاكيت بالبادجيت بتاعه، بصوا عنده موديلات جميلة جدا جدا وأسعاره بجد مناسبة. يعني الأسعار حلوة، يعني في تخفيضات جميلة جدا جدا، وانا اتمنى كده تكون يعني في اي تخفيض تنزلوا تشتروا. يعني دلوقتي عنده تخفيضات توصل لحوالي 50%. بصوا الموديلات، يعني عنده الموديلات، يعني حلاوة المحل ده اللي هو عنده موديلات كتير جدا، هتنزلي وهتشتري وهتتفرجي على موديلات بجد مش بتلاقيها بره. انا عن نفسي انا وبناتي على طول هنا، يعني مش بنلفه في اي محل، على طول بنيجي على المحل اللي هنا. وبعدين الموديل بكذا لون وراه، يعني بالوان جميلة جدا جدا. يعني احنا من سنين ما بنشتريش الا من هنا، ما بنلفوش، مع ان في محلات كتير في شارع الفلكي، بس هو ده المحل الوحيد اللي بنلاقي فيه تشكيلة وموديلات جميلة جدا جدا. يعني تشكيلات رائعة بجد وألوان جديدة وحلوة وجميع المقاسات، يعني المليانة هتلاقي مقاسها والرفيعة هتلاقي برضو مقاسها. يعني بصوا أشكال كتيرة، والمحل اللي بتلاقي فيه حاجات تشكيلات كتير جدا ده بيبقى كويس، يعني مش تخشي المحل تحتاري تبقي مش عارفة تشتري ايه. بصوا كده الجواكت دي بالباضيات اللي تحتها، كل جاكيت بالباضي بتاعه مناسب جدا جدا. يعني هو ذوقه عالي بجد في التشكيله اللي عارضها، وزي ما قلت لكم الاسعار حلوه قوي قوي عنده، يعني مش بتلاقي الاسعار دي بره، والموديلات الحلوه دي مش بلاقيها بره بصراحه. بصوا كده ابعد شويه عشان الموديلات تبان، وزي ما قلت لكم هتلاقي المقاسات الكبيره والمقاسات الصغيره. بصوا الجواكت دي برضو كده، الاحمر ده عاجبني قوي، حلو قوي قوي، والاصفر اللي جنبه بصراحه موديلاته كلها جميله رائعه بجد. وطبعا جميع المقاسات، يعني اللي مقاسها مليان وبتحب الحاجات الطويله برضو هتلاقي هنا. بصوا بقى الحته الحمراء الجميله دي، موديل خطير بجد في منتهى الجمال. فانزلوا بقى كده، هو في تخفيضات هايله عند جروجوار الاخ سمسم، حلو جدا جدا، وهتيجي وهتشتري وهتدعي لي بجد. يعني بصوا حاجات في منتهى الجمال واسعار حلوه وخامات مناسبه. يعني بصوا كم حاجات، بسم الله الله أكبر. والجيبات دي طالعة موضة قوي قوي. يعني اللي يحب الطويل هيلاقي، اللي يحب الحاجات الكاجوال هيلاقي كل حاجة. وتخفيضات هايلة بجد.
زي ما قلت لكم خامات وتفصيله ومنتج عالي الجوده جميل جدا جدا. انزلي بقى اشتري كده هوت، وحتى لو مش هتلبسيه السنه دي هيتشال للسنه الجايه. بجد بسم الله الله اكبر، حاجات جميله جدا جدا. انا عن نفسي انا وبناتي مش بنشتري غير من هنا. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين، العيد خلاص على الابواب، انزلي واشتري فرصه في الاكازيونات، هتلاقي حاجات باسعار كويسه جدا جدا وخامات هايله. بصوا الجمال، ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام. اهو بصوا، والخامات بجد بينقي الخامات الحلوه والموديلات الحلوه قوي بجد. وهنا البضيهات، يعني باخد منه البضيهات بغسلها بلاقي القماشه حلوه زي ما هي اهي بالشكل ده. موديلات كتير جدا جدا، يعني كل بادي كده مش اللي وراه مش نفس الستايل من كتر الموديلات اللي عنده. بتبصي تلاقيه يعني عنده تشكيله كبيره جدا جدا. فانا انصحكم بجد اللي ينزل شارع الفلكي، طبعا اللي من اسكندريه واللي بره اسكندريه، طبعا ساعات بييجوا مصايف في اصحابنا كتير من القاهره، طبعا لازم تنزلي شارع الفلكي وتشوفي محل جورو جوار دوت، عنده موديلات بجد هايله هايله. والبضيهات بتاعته تغسليها ما بيحصلهاش اي حاجه، يعني بينقي خامات وموديلات حلوه قوي قوي. انا جايبه البنتي ده، بصوا زي ما قلت لكم التيشيرتات دي بجد خامتها حلوه جدا جدا، والوانات الالوانات الصيف الحلوه الجميله. وفي برضو السلوبتات اللي هي دي جيبه، برضو دي طالعه موضه حلوه قوي قوي. وفي الجينز اللي وراها، في القماش، يعني هتيجي هتلاقي كل حاجه عنده بجد. دوت الموديل ده جميل جدا جدا، يعني بصوا شكله رائع بجد، حلو قوي قوي. واسعاره غير بره بجد. بصوا الجمال، بصوا موديلات حلوه قوي بجد. واحلى حاجه هنا ان هو عنده تشكيله كبيره، يعني خشي كده ما تبقيش محتاره، تبقي فعلا محتاره اللي انت تشتري ايه ولا ايه من كتر الموديلات، يعني ذوقه عالي قوي قوي في الموديلات بجد. ودي كلها تيشيرتات طبعا ومشيتها حلوه بجد بجد، مشيتها رائعه والله. طبعا زي ما قلت لكم محل جرو جوار رقم 9 متفرع من شارع الفلكي. طبعا الفلكي فيه محلات كتير حلوه، بس انا برتاح لي هنا، ليه موديلاته حلوه قوي بجد. يعني الطقم ده انا عاجبني جدا بجد، حلو قوي. طبعا زي ما قلت لكم الاسعار حلوه ومناسبه جدا. بصوا جمال التشكيله وموديلات بجد جميله. وبعدين فرصه في الاكازيون تنزلي تشتري حتتين ثلاثه، حتى لو مش هتلبسيهم هتشيليهم للصيف الجاي يبقى انتي نفدتي بيهم. بصوا برضو الموديل ده جميل قوي قوي. الجواكت دي حلوه بجد. طبعا الجواكت دي بالوانها، اللون ده جديد برضو، حلوه قوي قوي بجد. يعني بصوا موديلات الجواكت بالوانها كلها، الطقم ده برضو حلو قوي. الجاكيت بالبادي بتاعه ده ينفع الخروج بالليل، واللي فوق برضو الكاجوال ده حلو قوي قوي بجد. انصحكم يعني تسيبوا وتبصوا عنده، هتلاقوا متطلباتكم كلها. يعني لو انت جسمك مليان او بنوتك صغيره جسمها نحيف، انا بلاقي بنتي برضو بلاقي لها الموديلات بتاعتها هنا ومقاساتها،
فانا الفيديو ده اتطلب مني واديني اهو صورت لكم عشان تنزلوا بقى وتتفرجوا كده وتشتروا وتيجوا المحل دوت، هيعمل معاكم واجب بجد. وهي اسعاره كده كده مناسبه وحلوه قوي، وهو عنده سيل اهو. بصوا تشكيله جميله بجد. فباذن الله تيجوا وتشتروا من هنا. صاحب المحل الاخ سمسم كويس جدا جدا، وبجد ذوقه عالي في اللبس زي ما انتم شايفين اهو. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلامه.